الجزء اللي هنا هيبقى انواع الزبادي المختلفه، سواء بالفواكه او الزبادي العادي. ده طبعا حجمه كبير جدا، عامل 287، وفي احجام طبعا بالفروت طبعا بالمكسرات عامل 245. كل واحده من ده مثلا بالاناناس عامل 199. ده كلها انواع زبادي مختلفه، كل نوع زبادي على حسب اللي هو الحاجه اللي فيه. هتلاقي في عندك ده بالفواكه بالتفاح 255، وفي كمان هتلاقي هنا 147، في ابتداء من حتى 147 زي ما انتم شايفين. وفي هنا كمان زبادي برضه بالفواكه تاني هنا عامل 755. فده انواع الزبادي يا جماعه، ابتداء حتى من 119.